بفضل الأيادي البيضاء لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح حفظه الله، الذي أسس هذه الهيئة لتكون بيتا للمسرحيين العرب، أسس لهذا العرس العربي المتنقل من بلد عربي إلى آخر في كل عام، يحتفل المسرحيون فيه بعيدهم بيومهم العربي للمسرح. اليوم نستظل بظلال المغرب للمرة الثانية، حيث عقدنا دورة من هذا المهرجان، الدورة السابعة في عام 2015 في الرباط، واليوم نحط الرحال في مدينة أخرى في المملكة المغربية في الدار البيضاء. يجتمع أكثر من 500 مسرحي عربي ومغربي في هذه الاحتفالية الكبرى لنتناقش، لنتبادل التجارب والرؤى من أجل التخطيط لمستقبل هذا المسرح. بهذا الافتتاح الباهر، أهم ما فيه هذا الاحتفاء بعشر قامات مسرحية مغربية أسست للتجربة المسرحية المغربية الرائدة اليوم. سنفتتح بمشيئة الله أيضا عرسا آخر فكري مرتبط بالمجال الفكري، بالندوة الكبرى التي نسميها، لأنها ستناقش التجربة المسرحية المغربية، ستسائل التجارب المسرحية المغربية، ستؤسس لتجربة مستقبلية أيضا من خلال هذه المراجعات الكبيرة. يشارك في هذه الندوة أكثر من 60 باحثا وناقدا ومشتغلا أيضا في الميدان المسرحي. أيضا منذ تأسيسها أصدرت إلى اليوم أكثر من 300 عنوان مسرحي مهم وفي كل التخصصات، وهذا العام احتفاء بهذا المهرجان في المغرب أصدرنا 12 كتابا للكتاب والنقاد في المغرب هدية من الهيئة العربية للمسرح للمسرحيين في المغرب والمسرحيين العرب.